أستاذ حسن، أتمنى أن تكون بخير. شكرا على الخدمة المقدمة. يعني عندي مجموعة من التساؤلات فيما يخص يعني السي، واش كتقرا ك، امتى كتقرا ك، وامتى كتقرا س، وعاود جي تاني، امتى كتقرا جا، وامتى كتقرا غا. بالنسبة للكلمات اللي كتكون مثالية بو اغ بو بي او اغ، يعني هاد الكلمات هادو واش نقراو اغ الاخره ولا ما نقراوهاش، كيفاش ننطقو؟ وعندي مشكلة انا في الفرنسية، انا فمي ما نطلقش فرنسية نهائيا، كتجيني ثقيلة في لساني بزاف، ما عرفتش كيفاش ندير حتى نتخلص من هاد المشكل، انني نقرا الفرنسية وما نحسش بها ثقيلة في لساني بزاف. السلام عليكم، الله يوفق. بالنسبة لأول سؤال، أنا كتبت لك فوقاش كتقرا السين فوقاش كتقرا الكاف، فمع الحرف الأولى كتقرا سو سي سي، مع الحرف الثانية كتقرا كا كو كو، كذلك حرف الجي مع ثلاثة الحرف الأولى كتقرأ الكا، يعني غادي نقولوا كا كو كو، مع ثلاثة الحرف الثانية جو جي جي. بالنسبة للكلمات اللي كتساوي بـ إيغ، دائما ما كنقربش إيغ اللي كاين في الأخير. بالنسبة قلتي بأن الفرنسية كتجيك ثقيلة في اللسان ديالك، أحسن طريقة باش تخفف اللسان ديالك هي يوميا تركز على واحد الجملة قرها وضبط القراءة ديالها، ومن بعد ديك الساعة كتبقى تعاودها عاودها حتى توصل 30 مرة، وكل مرة كتحاول ما أمكن أنك تسرع في القراءة ديالك، كل مرة زيد تسرع في القراءة ديالك ترجع كتقراها بسرعة بزاف 30 مرة، وديك الساعة غيخفف لسانك في ديك الجملة هذيك. غدا مثلا أو لو باقي لك الوقت خدم جملة أخرى، غدا جملة أخرى بعد غدا جملة أخرى، ولكن دائما كتراجع ديك الجمل الأولين عاد تبدا جملة جديدة. مثلا غتعمل جملة في النهار، النهار الثاني غتراجع الجملة اللي البارح وغاد تخدم الجملة اليوم، بعد غدا نفس الفكرة تخدم غتراجع الجملة الأولى والثانية وتخدم الثالثة، وأنت ماشي ماشي إن شاء الله عز وجل تتكمل أسبوع أسبوع عاد راجع ديك الجمل كاملين. من الأفضل لو كانوا ديك الجمل تخدم واحد النص، واحد النص بالفرنسي، خدم الجمل ديالو كاملين، كل نهار عمل جملة مثلا، ولا إذا عندك الوقت كل نهار عمل جوج ديال الجمل حتى يتهضموا مزيان، وديك الساعات دوز الآخرين وأنت ماشي إن شاء الله. بهذه الطريقة غتجبر راسك يعني كتقدر تقرا النص في النهاية ديال الأسبوع ولا النهاية ديال جوج الأسابيع، كتقرا النص بواحد السرعة ممتازة. وطبعا ما تنساش واحد حاجه اخرى، هو ان من الافضل وهو احسن حاجه ديك الجمل كاملين تكون كتفهم المعنى ديالهم، باش غيساعدك هذا باش مع المده انك تقرا الكلمات والجمل وتفهم المعنى ديالهم ان شاء الله، غيساعدك هذا بزاف ان شاء الله. ان شاء الله عز وجل كما قلت لك محتاج احد هذه اللغات، توصل معنا في رقم الواتساب نساعدك نعاونوك، تحدد المستوى ديالك وديك الساعات ان شاء الله عز وجل تختار البرنامج المناسب، و يعني نتكلموا لك على الاثمنه ديالو الطريقه ديال الدراسه معنا. لدينا برنامج مكثف، هذه دروس بسيطه مجانيه يعني كننزلوها في الواتساب والفيسبوك بين وفي يوتيوب، بينما ان شاء الله عز وجل كتكون معنا الدراسه يوميا ورقم خاص ديال الاستاذ باش يعاونك ويجاوب لك على الاسئله ديالك ان شاء الله عز وجل، وتتعلم بكل سهوله وسرعه ان شاء الله. كنتمنى لك التوفيق، وكننتظر التواصل ديالك معنا في الواتساب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.